السلام عليكم، معكم عاشق عبد الحق، بطل سابق في رياضة الملاكمة. مبروك رمضان، والله يدخل على جميع المغاربة بالصحة والسلامة. البداية ديالي في رياضة الملاكمة هي بديت عندي 13 عام، بديت في خشبة الحي محمدي، بالحي محمدي، دار الشباب ديال الحي محمدي. كان المدرب ديالي هو الزروقي محمد الله يرحمه. وبديت من 13 عام بديت نلعب مقابلات تمهيدية باش نوجد باش نتونجاج في بطولة المغرب. 17 عام لعبت أول بطولة المغرب، فزت بطولة المغرب فوزن 51 كيلوغرام. أول خطرة نادي عليا الفريق الوطني باش نشارك في باش نمشي معاهم ستاج لفرنسا ونجي ونمشي معاهم الألعاب المتوسط بسبليت. مشيت كنت من اصغر كنت انا هو الصغير في لي جوار، كنت عندي 17 عام، كنت ديك الساعه بين 16 عام 17 عام. شاركت في هذيك لي جو ميتيرانيا 80، شاركت بطوله العربيه بالعراق، فزت ميداليه ذهبيه، وفزت بطوله المغرب 81، فزت بطوله المغرب ومشيت للعراق ثاني، داونا العراق للفرق الوطني، فزت ميداليه فضيه في بطولة العالم العربي. 83 لعبت الألعاب المتوسط، فزت 87 ميديترانية في سوريا، فزت بطولة عربية 85 ميدالية ذهبية، سوريا ميدالية ذهبية، الألعاب الأولمبية ميدالية دو برونز، لعبت شامبيونات دي موند كلاسيك كاتريام، درت بطولة العالم العربي درت ميدالية ذهبية. الحمد لله درت لعبت لي جيميترانيا، درت ميديتو برونز، ومن تما بقات تضرني يدي ما قدرتش نكمل في رياضة الملاكمة، ودخلت كمساعد المدرب للفريق الوطني، وفتحت مدرسة ديال الملاكمة، درت مدرسة أنا وخويا ديال الملاكمة باش نكونوا أبطال، الغد باش يكونوا تما أبطال بحالنا في رياضة الملاكمة. وكما قلت لكم هذا العام المغرب تيعيش في واحد الوضع صعيب 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 بزاف. تطلبوا جميع المغاربه باش يبقاو في ديورهم وما يخرجوش، واللي بغى يخرج يدير لكم ما على 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 يدير لكم ما على وجهه باش ما يتقاسش بهذا المرض الكورونا، المرض خايب، والله يحفظ بلادنا من هذا المرض.